ألف الإمام النسائي خصائص علي. فجم بعض الناصبة، ناصبة دول مين؟ من يناصبون أهل البيت العداء والعياذ بالله تعالى. إحنا بنحب سيدنا وبنحب أهله، دبدة وبان كده، سكر في شاي، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مش عاجبه، هو حر، عيش حياتك. فقالوا للإمام النسائي لأبي عبد الرحمن: ألفت في خصائص علي فألف في خصائص معاوية. خصائص معاوية ازاي يعني؟ مش فاكر. هو النبي قال حاجة في معاوية؟ طب قولوا لي هي ايه. النبي قال كتير في علي: اللهم والي من ولاه وعادي من عداه. قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: الحق مع علي أينما دار. قال حاجات كتيرة كده. الإمام أحمد لما عمل مناقب الصحابة تلات أرباع كتاب في سيدنا علي والربع الباقي في بقية الصحابة. هو سيدنا علي بسيط؟ ده سيدنا علي. أمال هم سموني علي ليه؟ ما هو علشان تبركا بسيدنا علي. الله، اهدى. وبعدين طب وسيدنا معاوية؟ قال لهم: والله ما أنا فاكر حاجة. ها استنوا، ده أنا افتكرت حديث أهو. قالوا له: أيوة هات هات. قال النبي: قال لا أشبع الله له بطنا. صعبة دي. قالوا: طب حديث تاني. طيب. قال: مش فاكر، ما فيش إلا ده. إيه القصة؟ القصة إن النبي ما كان الكاتب بتاعه عايز يكتب حاجة، رسالة بتاع حاجة زي كده، فبعت لسيدنا معاوية قال: روح نادي معاوية عشان يكتب العبارة دي، رسالة بتاع يعني. فراح، وبعدين قال له هو بياكل ولما يخلص أكل هيجي. قال: طيب الأكل يعني بياخد 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين سيدنا طلبك يعني اسرع شوي. فاتت ربع ساعة تلت ساعة، سيدنا مش فاضي هو. بعت له تاني، راح له تاني. خلي بالك بقى لما ابعت برضه بتاخد 10 دقايق يعني مش، وبعدين عبال ما يجي 10 دقايق كمان. فبعت، فجه قالوا لسه بياكل. قالوا لسه بياكل؟ ده احنا فايت 3/4 ساعة، ساعة ولسه بياكل. طب معلش استنى شويه. صلى الله عليه وسلم وبعت الواد ثالث مره، وجيه وقالوا ده لسه بياكل. قالوا لا اشبع الله له بطنا. ده جايب بطن قد ايه ده علشان يعمل؟ وكان سيدنا معاويه رضي الله تعالى عنه سمينا، كان سمينا جدا من كثرة الأكل، حتى ورد في الأخبار أنه هو الذي صنع الكنافة. الكنافة اللي احنا بناكلها في رمضان دي هو الذي صنعها. كان يجيبها ويحط فيها بقى السمن والعسل والبتاع وكذا علشان يشبع، لأنه هو تخين جدا طبيعته كده، يعني وزنه 200 كيلو، 230 كده يعني وزن يعني مش 130 وبتاع، لا ده تخين يعني. أمة ميديا تي في.